هذا وأكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مملكة البحرين تحرص على مواصلة تمكين وتطوير قدرات الشباب وتضعه ضمن أولويات العمل الوطني. نعم، الوزيرة أشارت إلى أن المملكة خصصت منظومة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات وأطلقت العديد من المبادرات لجعل الشباب صانعي قرار ومشاركين في صناعة المستقبل واستدامة التنمية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال المشاركة في فعالية لوحة الشباب العربي والتي نظمتها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع مرسم شغف الفن بمناسبة يوم الشباب العربي، حيث أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي على الدور المحوري الذي يقوم به الشباب في بناء مستقبل المملكة، مشيرة إلى أن تخصيص يوم للشباب العربي يعكس بكل جلاء توجه الدول العربية الشقيقة نحو دعم الشباب بما يخدم تحقيق طموحاتهم المستقبلية. احنا سعيدين ان احنا نحتفل بيوم الشباب العربي مع الشباب. دائما الهدف من الاحتفال في ذي اليوم وابراز اهميته للوطن العربي ككل وللعالم اجمع ان نظهر مواهب الشباب البحريني، انجازاتهم، شلون احنا نحب نسمع منهم، نكون وياهم في اجواء تختلف عن الاجواء التقليديه والاجواء اللي احنا متعودين عليها وياهم. فيعني جو اليوم جو ابداعي، لكن في النهاية هذا الجو بيخليهم يجسدون اللحمة العربية، العمل الشبابي المشترك اللي احنا دائما نفتخر فيه، والشباب البحريني اللي فعلا يحس بالانتماء كونه جزء من هذه المنظومة الشبابية العربية. فجدا انا فخورة بشبابنا واحب اتواجد معاهم، هم يعطوني هذا النشاط وهذه الشعلة، وان شاء الله هذا الابداع يترجم لحبهم لإخوانهم وأخواتهم من الشباب العربي. إحنا في وزارة شؤون الشباب دائما نحرص على الاحتفال بهذه المناسبات اللي تخص الشباب ونحاول كثر ما نقدر نحن نسلط الضوء عليها. اليوم إحنا في هاي العام احتفلنا بيوم الشباب البحريني، أيضا احتفلنا بيوم الشباب الخليجي، وحين وصلنا حق الاحتفال بيوم الشباب العربي اخترنا فعالية فنية للاحتفال بيوم الشباب العربي على أساس نعطي الفرصة للشباب أنهم يجسدون من خلال الفن ويعبرون عن رأيهم شلون يعكسون رؤيتهم ونظرتهم حق الشباب العربي، تكاتف الشباب العربي، وأيضا العلاقة وتوطيد العلاقة بين الشباب البحريني والشباب العربي. اليوم احنا عدنا اليوم العالمي للشباب العربي، فاليوم احنا عدنا المجموعة من الشباب راح يلونون على لوحات وراح نحطهم مع بعض، وكل لوحة راح تتكلم عن التراث اللي مال هالمنطقة، التراث مال هالبلدة، وبعدين احنا نشوف ان في مجموعتنا ان احنا كلنا كل واحد عنده صفات مختلفة لكن احنا كلنا واحد في النهاية. احب يعني ان انا اشارك في الرسم عموما لانه هو ماي باشن، واحس انه هو يوصل رسائل وايد حق الجمهور بدون ما يتكلم الانسان، يعني بدون ما يتكلم، واحس انه وايد ممتع ان احنا نشارك مع يعني مملكتنا، ان احنا نوصل رساله حق المملكه حق الدول الاخرى، لان هذه اللوحه ما بتكون بس حق البحرين.